هذه الغرافة وجاءت الكرة لحسين الرميحي. يا سلام على المخرج، يا سلام، جاب لنا حسين الرميحي من هو صانع الهدف. بنقول الهجوم بيبدأ من حراسة المرمى، هذه نموذج ان الهجوم بيبدأ من حراسة المرمى. تمركز خاطئ، تغطية خاطئة، وتفوق واضح في اللمسة الأخيرة. شوف يا جماعة اللي بيسجل ده، ده لاعب وسط وبيلعب قدامه ثلاث مهاجمين، ومع ذلك كان له مشوار أكثر من رائع. هذا المدرب الكبير انطلق على طول إلى قصي منير من الشارقة إلى نادي المصلات وإلى شجاع الدين.